من الرياض عبر الهاتف من هناك ينضم لنا إذن الناشط الحقوقي في قضية روهينجا عطلة نور. سيد عطلة، مساء الخير، أهلا بك معنا. التقرير السابق ألقى الضوء على معاناة أطفال الروهينجا بين كل ما يعانيه الروهينجا بمختلف الأعمار، لكن التقرير ذكر رقم مخيف جدا، 150 طفل يموتون كل يوم بسبب سوء التغذية. ما حجم المأساة التي يعيشها الأطفال هناك بالتحديد؟ مساء الخير. منذ أكثر من 70 سنة، وحقيقة الحكومة العسكرية البرمية الشيوعية حينما سيطرت على الحكم في البلاد، في هذه الفترة يعني تدمرت البلاد ووصلت إلى أسوأ المستويات في كل الخدمات، سواء كانت الصحية والتعليمية والبنية التحتية. أكثر المتأثرين من هذا التدني في المستوى هم النساء والأطفال. الأطفال عامة في بورما، سواء كانوا مسلمين غير مسلمين، محرومين من أبسط حقوقهم. الأطفال هناك يعملون في مهن كثيرة أكثر من 8 ساعات، مما يخالف القوانين والأعراف الدولية، سواء في نقل الحجارة أو في أعمال يعني لا يمتهنها حتى لا يستطيع الامتهانها حتى كثير من الكبار. الأطفال في بورما عامة في شقاء، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. إذا تكلمنا عن ولاية أراكان أو راخين كما يسمى في الإعلام الدولي، فهناك فعلا يعني تأثير سلبي كبير، خاصة في مخيمات النازحين في داخل ولاية أراكان. الشعب الروهينجي في داخل ولاية أراكان يعيشون في سجن كبير، وهم في بيوتهم وقراهم في سجن، محرومين من كثير، لأن الولاية بكاملها تحت الحصار الحكومي من كل النواحي، فما بالك الذين يعيشون في المخيمات، وبالذات الأطفال والنساء، فهم في تأثر. والعدد يعني إذا كان 150 طفل يموت في بورما عامة، أنا أرجح أن يكون أكثر من نصف هذا العدد في ولاية أراكان لوحدها. طيب، سبيل لمساعدتهم يعني ربما التعاون أيضا مع المنظمات المعنية. تقرير طبعا هذا الذي عرضنا قبل قليل ذكرته اليونيسف وألقت الضوء عليه، لكن حضرتك أيضا كناشط حقوقي في يعني شؤون الروهينجا، يعني ما اتصالاتكم أو أيضا أي تعاون لكم مع المنظمات لحماية هؤلاء؟ حقيقة يعني كيف ننقذ هؤلاء، أو أقلها كيف نقدم لهم الغوث والإعانة والمساعدة؟ يجب على المنظمات الدولية، سواء الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، أن يعني تفكر جديا في مساعدة هؤلاء، وأن تتخذ التدابير اللازمة التي تلزم حكومة بورما في فتح حدودها لهذه المنظمات الدولية التي ليست لها أغراض وليست هي مؤدلجة. فحتى الآن المنظمات الدولية، سواء كان الصليب الأحمر أو حتى يعني المنظمات الإغاثية الدولية التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، لا تستطيع أن تمارس دورها وتقدم الإعانات للأطفال والنساء في داخل أراكان. إذا يجب على الأمم المتحدة أن تتخذ قرارات ملزمة صارمة تجبر حكومة بورما على فتح الحدود والتعاون مع هذه المنظمات لإيصال المعونات، لإيصال الدواء، لإيصال الغذاء، لإيصال كل معونة يحتاجها، سواء كان مسلم أو غير مسلم. أي إنسان في هذه الدنيا أو في تلك المنطقة يعاني من الجوع والفقر والمرض، يجب أن تقدم له المساعدة اللازمة. شكرا لك الناشط الحقوقي في شؤون الروهينجا السيد عطلة نور، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.